ولكن في جانب تاني مهم جدا، جانب مهم بمعنى ايه؟ جماهير النادي الاهلي. ليه؟ انت في اي مكان هتروح تلعب، رقم واحد في نجاح المنظومه ونجاح الفريق هو جمهورنا. جمهور النادي الاهلي دايما بالنسبه لنا هو رقم واحد. تروح تلعب كاس عالم انديه في قطر هتلاقي الجمهور مالي المكان، مالي الاستادات. تروح تلعب في السعوديه نفس الكلام، تروح في المغرب نفس الكلام. اي انا بتكلم معاكم يعني في اخبار استعداد الجمهور للمباراه كمان، لان الجمهور اكيد لازم يبقى ليه ترتيبات زي اللعيبه زي الجهاز الفني زي رحله السفر قدامنا على الهواء مباشره والتحضير. يمكن خلاص الفريق دلوقتي حاليا بيتحرك واحنا معاكم على الهواء مباشره من صاله السفر، هيستقلوا الحافله اللي موجوده داخل مطار القاهره، تستقل الحافله بقى لغايه لما توصل لارض مهبط الطيارات عشان تاخد الطياره ان شاء الله وتسافر الى مدينه الطائف. يمكن الرحله مش هتاخد اكتر من حوالي ساعتين، ساعتين الا ربع، يعني المده بسيطه. والفريق ان شاء الله يعني قبل الساعه 8 8 ونص هيكون ان شاء الله موجود في مدينه الطائف استعدادا لمواجهه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. ولكن ليه انا عايز اتكلم على الجمهور؟ لان جماهير النادي الاهلي دايما بتصنع الحدث، بتصنع الحدث. كان دايما بيتقال لك، يقول لك ايه كده، حتى بيتقال الكلام ده من ايام ما كنا احنا حتى صغيرين يعني بنتابع البرامج والاعلام، يقول لك جماهير احد الانديه المنافسه شعبيه طاغيه في الخليج العربي. لما اتعملت بقى ايفنتات واحداث رياضيه على مستوى الكوره تحديدا، شفنا اهلي وزمالك في الامارات، شفنا الاهلي بيلعب كاس عالم انديه في الامارات، لعب كاس عالم انديه في قطر، راح لعب في المغرب، لف مدن عربيه كتيره، حتى مع المنافس التقليدي في مباريات السوبر، لا شعبيه طاغيه. مدرجات الاهلي مش هقول لك بتمتلئ عن اخرها، حجز التذاكر بيخلص مجرد ما يتم طرح التذاكر بعد 10 دقائق ربع ساعه. يعني ماتش اتحاد العاصمه الدفعه اللي تم طرحها يوم السبت اللي فات الساعه 1 الظهر، 1:10 خلصت. انا بتكلم مع اصدقاء من الجزائر بيقولوا لي احنا على ما دخلنا على السيستم لقينا التذاكر نفذت. يعني كمان فكره ان جمهور اتحاد العاصمه اللي حابب يحضر الماتش، حجز التذاكر بالنسبه له كان في صعوبه، لان جمهور الاهلي اللي موجود في السعوديه وفي اي مكان تاني وحابب يسافر يحضر الماتش، لا الحمد لله قام بالواجب وزياده. عشان كده انا النهارده حريص جدا اتكلم مع واحد من، مش هقول مسؤول، لكن واحد من محب النادي الاهلي، مشجع للنادي الاهلي، اشتغل بشكل كويس جدا وقدر يعمل دور مهم جدا مع رابطه المشجعين اللي موجودين في السعوديه، وكان لهم دور كبير جدا هو وكل زملائه واصدقائه ازاي يتم الترتيب للمباراه دي. مش الترتيب بس عشان يحضروا الماتش، لا التنسيق مع كل الاطراف المعنيه باللقاء. لذلك انا في البدايه برحب باستاذ ايهاب عمر، مصري اهلاوي مقيم في المملكه العربيه السعوديه. استاذ ايهاب مساء الفل. مساء الجمال يا استاذ محمد، انا والله يعني سعيدني اول تواجد ليا مع القناه يكون مع حضرتك انت تحديدا. يعني الله يخليك، ميرسي لذوقك. اكثر الناس اللي لهم قبول عند جمهور الاهلي وكمان بتمتع بمصداقيه عاليه يعني غير موهبتك الاهلي. الله يخليك، الله يخليك. طيب انا عايز الاول بقى اطمن على الترتيبات الخاصه بجماهير الاهلي في المملكه العربيه السعوديه اللي عملتوه في الفتره اللي فاتت مع الاطراف المعنيه اللي في مساله حجز التذاكر، الرحلات اللي هتتم من اكتر من مدينه في المملكه عشان تقدروا تسافروا وتحضروا المباراه في مدينه الطائف، رحلات من الرياض، من جده، من مكه، كل التفاصيل معاك يا استاذ ايهاب. هو اقول لحضرتك يعني هو للصدفه يعني البدايه كانت من عند حضرتك، الاخبار والتويتات اللي انت كنت بتنشرها عن ان احتماليه ان السوبر يكون موجود هنا في السعوديه، واحنا يعني مش عايز اقول لك ان احنا كنا بندعي ان هو فعلا يكون في السعوديه. يعني الحمد لله يعتبر اول تواجد لفريق كره القدم اللي هو يعني بنسميه دور الكتاب بتاع الكيان الاهلي كله، يعني فريق كره القدم يكون موجود. ده كان اول تواجد لنا في وجود الرابطه. يعني احنا قبل كده كنا موجودين في كاس العالم السوبر جلوب كره اليد اللي كانت موجوده في الدمام، كنا محتاجين فريق الكوره كمان يعني خصوصا حدث عشان برضو يكون استعداد لكاس العالم للانديه اللي هو العرس الكبير بالنسبه. أكيد. فلما اتاكدنا من الاخبار دي من حضرتك ما استناناش يعني الكافي يعلن وكده، تواصلنا مع الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ياسر المدخل، وهو بدوره وجهني للاستاذ ابراهيم القباع الامين العام المساعد للاتحاد السعودي لكره القدم. انا والله والله العظيم ما هم جمله، الناس شايلانا فوق راسها من فوق. اتكلمنا بمجرد الاقرار يعني الكاف ما اعلن، والاجتماعات حصلت بالفعل بين ممثل الكاف وممثل الاتحاد السعودي. تواصلنا معاهم وهم كانوا قالوا انتوا طلباتكم ايه؟ يعني احنا كانت طلباتنا محدده، احنا قلنا ان يعني
قدر الله ما شاء فعل. الاستاد صغير 17,000 بس الساعة بتاعته، بأي حال من الأحوال مش هتكفي ولا 1% من جمهور الأهلي اللي موجود هنا. فاحنا كنا عايزين نعرف آلية توزيع التذاكر هتكون عاملة ازاي بيننا وبين، هل هي بالنص بيننا وبين اتحاد العاصمة؟ فهو قال ان الكاف قال في البداية قالوا ان هي هتتفتح للكل، وبعد كده بلغونا لما التذاكر نزلت ان هي بالنص بيننا. وانا هنا يعني انا بستغل قناة النادي بتاعنا، انا عايز يعني نسأل الكاف اشمعنى في نهائي الوداد 2022 ادتونا جزء من الاستاد كجمهور الأهلي بصفتنا ان الملعب مش على الارض مش ارضنا، والنهارده جايين تقسموها يعني وما 50 علينا 50 يعني التذاكر المقسمه ما بين الجماهير بالتساوي. 50 50 فاحنا اتكلمنا مع الاتحاد السعودي في شويه طلبات، منها توفير يعني احنا قلنا لهم ان الجزء الفاعل من جمهور الاهلي هيبقى موجود في المدن الكبيره، يعني احنا لنا تواجد هنا قبل كده وعملنا فعاليات ومدربين بشكل ما على قياده المدرجات والداخله، واي حاجه اصلا بنقوم بها تتعمل هنا في الرياض او في جده، يعني دول منطقتين رئيسيتين لرابطه الاهلي. فاحنا على الاقل عايزين نضمن تذاكرهم وكده. فهو الاستاذ ابراهيم قال يعني هو اشترط، قال انا احنا ما عندناش مشكله بس تتواصلوا مع اداره النادي الاهلي وكده ويوجهوا لنا خطاب بشكل كتابي. فطبعا ده احنا قلنا لهم ده يعني انا شايفه طلب غير منطقي يعني. بعد كده تواصلنا مع شركه احد شركات التسويق الرياضي ومطار الاتحاد السعودي، وجهنا لها اللي بتطرح تذاكر المباراه، اكيد و يعني هم مشكورين وفروا جزء من التذاكر لينا بسعر معين يعني. كويس. لما لقينا ان هم متاح عندهم عدد معين من التذاكر، احنا طلبنا في البدايه 1000 تذكره. طبعا هم طلبوهم فلوسهم كاش، يعني احنا كان احنا تعاقدنا الاجراءات دي رسمت كده. طيب بين ايهاب، انت اجراءات متوقع يعني متوقع طيب متوقع عدد الجماهير اللي ممكن تحضر، يعني رقم تقديري كده، ممكن على الاقل كام من الجمهور اللي ممكن يحضر من الرابطه او يشجع الاهلي في الملعب؟ لا هو الملعب كله فل، وملعب فريق اتحاد العاصمه كمان ان شاء الله احنا دخلنا عليه، بس بالنسبه لنا احنا كرابطه احنا لما طرحنا التذاكر احنا كنا متوقعين مثلا 5 باصات او 6 باصات، وخصوصا ان كان في منافس قبل كده كان بيلعب على نفس الملعب من حوالي شهر طلع بباص ونص، يعني الباص الثاني طلع ناقص. فاحنا قلنا احنا هنبقى مثلا 3 اضعافهم، لان ده مثلا ده الشعبيه. احنا دلوقتي الرياض بس طلعت لغايه النهارده 13 باص، الجده مطلعه 15 باص، ممتاز. الدمام 5 باصات، كله الوقت الاجمالي لغايه النهارده 34 اتوبيس طالعين من خارج الطائف، من ده غير اللي موجود في الطائف. ال 34 الطائف دول حوالي 1666 شخص دول طالعين بس من بره، من المدن الاخرى المقيمه في الموجوده في المملكه بخلاف مدينه الطائف، غير السيارات وغير الناس اللي حاجزه سيارات. طبعا السيارات هتبقى اضعاف العدد ده كمان، يعني اكيد اكيد العربيات يعني. طب هنشوف بقى دخلات و ان شاء الله بنرتب النهن. ان شاء الله. خلي ده مفاجاه يعني، الناس أكيد رافضين تمام ان احنا نتكلم على اي حاجه. ان شاء الله هتشوفوا حاجه ما اتعملتش قبل كده ان شاء الله باذن الله. انا بس اللي مسموح لي ان انا اتكلم فيه ان شاء الله ان احنا مجهزين او مرتبين ان الباصات دي كلها ان شاء الله تتجمع كلها في وقت واحد على مدخل مدينه الطائف ان شاء الله، وهندخل مع بعض وان شاء الله حتى من قبل الاستاد بكيلو او 2 كيلو يعني هنعمل حاجه برضو داخله في الاستاد، وان شاء الله نقدر نوصل ده باذن الله حاجه يفتخر بها جمهور المدينه يعني. تمام. استاذ ايهاب انا بجد بشكرك جدا على المعلومات والتفاصيل اللي شرحتها معانا، وتعاون الجانب السعودي ده شيء مهم جدا كان لازم كمان نقوله لجماهير النادي الاهلي، واكيد على تواصل معاكم لو في اي تفاصيل خلال الفتره اللي جايه. نتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، وكالعاده جمهور الاهلي انا واثق انه هيضرب المثل في استاد الملك فهد، وهنشوف استاد ممتلئ عن اخره باللون الاحمر لتشجيع الفريق في لقاء السوبر الافريقي. شكرا لك يا استاذ ايهاب، وكل التوفيق لكم يا رب ان شاء الله خلال لقاء السوبر وخلال الفتره القادمه.